أهلا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار. أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف عن تنسيق عسكري ثلاثي مع ليبيا ومصر وأثيوبيا في الشأن الأمني على الحدود، والترتيبات جارية لإنشاء قوات مشتركة لحماية الحدود مع هذه الدول. وأوضح بن عوف خلال بيانه أمام البرلمان السوداني أن الحدود تشهد استهدافا خارجيا ونشاطات هدامة وفق ما ذكر. وأضاف وزير الدفاع السوداني أن توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات مع الدول الصديقة في مجال التعاون والتنسيق العسكري هدفه تأمين البلاد من الأخطار الخارجية. استنكرت كتلة الوفاق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق الصخرات قرار رئاسي المقترح، والذي ينص على إشراك أطراف دولية في القرار السياسي الوطني. وأضافت الكتلة في بيان تحصلت أنبا على نسخة منه أن تجاوز رئيس المجلس الرئاسي المقترح للأجسام التشريعية في اتخاذ قرارات تتعلق بالتعامل الدولي يعد تجاوزا غير قانوني وسبقا خطيرا له توابع وخيمة على الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق بحسب البيان. وأكدت الكتلة أن دور بعثة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية الداعمة والدول ممثلة في سفرائها لدى ليبيا هو دور الداعم والصديق لا دور الوصي والشريك وفق ما جاء في البيان. قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن نتائج باليرمو لن تكون أكثر قيمة من نتائج باريس إذا ما استمر تعنت بعض الدول في فرض آرائها وتقديم مصالحها على حساب الحل بليبيا. وأضاف فحيمة في تصريح صحفي أن المجتمعين بإيطاليا إن أرادوا أن يسلكوا أقصر الطرق نحو الحل يجب عليهم دعم المسار الحالي الذي تبناه مجلس النواب والأعلى للدولة. وأشار إليه أيضا المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطته الأخيرة، وهو توحيد الحكومة وبسط سيطرتها على البلاد. وبحسب فحيمة يتم ذلك من خلال إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة بشرعية محلية ودعمها دوليا لتقوم بدورها في الإشراف على الانتخابات بعد توحيد المؤسسات وخلق حالة من الاستقرار من أجل الاستفتاء على الدستور الدائم الذي يجب أن يكون القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة وفق تعبيره. نهاية الموجز، إلى اللقاء.